بخش كل اوضه اقول لهم يلا نزل ايدي واقعد اتلكح شويه اتنحنح علشان يدوني البقشيش، محدش بيعبرني فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. اشمعنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمه ثانيه يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكره؟ ان شاء الله. في الحقيقه انا عمري ما هنسى طيبه قلبك وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر. إن جيت للصراحة يعني. متشكر أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني. متشكر. هلو. هلو مدام. هلو. يا سلام. أول مرة حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقة دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبة صحيح. هلو. دو كلبي فوزات. يعني دو كلبي فوزات دو كل موليف. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ أي أم إيجيبشن. جو سي. يو. عمر شريف. نو اي ام عمر الجزاوي. كيزمي. كيزمي. نو كيزمي. اي كام. نو مدام. كيزمي. مدام. كيزمي. لا كنت جيت قبل كده ب 80 سنه كان ممكن. موني. نو نو مدام. نو مدام. كيزمي. بليز. بليز جون مدام. نو نو مدام. بليز. ليت مي مدام. نو. عمر شريف. عمر شريف. عمر شريف. عمر شريف. الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة يا ست هي عيلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا. تعتدي عليا. اهي. عمر شريف. عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة. عيلة. جتام. جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف. جتام. شوفها مالها؟ مدام يا جميل فوق، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايز اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه اجرجرها على اوضتها وانا مش شايف ولا من ديري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الاوضه انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيبني معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر حاضر حاضر. يلا منين؟ استنى شويه. وانا اقول لك خليها من هنا احسن. لا هنا. طب معاك السلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب اقول لك طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كمال انا بس ومال ده كله. استنى ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه. وبعدين كلنا سوف نرقد هذه الرقده في اخر الامر، جميعا سوف نرقد هذه الرقده. يلا جميل. يلا استهاني. يا ربي. استنى بقى ايه؟ شوف شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته.
ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ديك روح لبيت يا مريض وضمني. انا بقولت انت بلغ اللوكاندا يا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور باسبور. ما اخذوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشمال بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي؟ اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا مقصودوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب، بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليه اسمع حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد؟ كنت من الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان. النبي استهل، مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه. ده في واحدة قتيلة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا أستاذ هانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. إحنا قال ما خلصت قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس، انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة؟ إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهرتينا قلاطي اهو تسالي. الله يخرب بيت شيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطوره. الله يا خساره، الاسماء والتخينه ملوش خز المره دي، تلاقيته براء. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل علي خال. انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض.